مع تصاعد مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لنهب الأرض الفلسطينية وتحقيق بناء المستوطنات والمشاريع الاستيطانية والشوارع الالتفافية، مع إمكانية مصادقة الاحتلال هذا اليوم على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في محافظات رام الله ونابلس والخليل. برقة إحدى إذن القرى الفلسطينية التي يلتهم الاستيطان أراضيها، فيما كانت مستوطنات كثيرة أقامت على أراضي المواطنين. قرية برقة التي باتت محاصرة فعليا بتسع مستوطنات، ستة منها على أراضي المواطنين، يعيش السكان هناك في حالة من الخوف والقلق نتيجة تصاعد إرهاب المستوطنين ما بعد 7 أكتوبر، فيما تلتهم تلك المستوطنات أراضي المواطنين ويعني يصارعون فعليا يوميا وهم في مواجهة مستمرة مع هؤلاء المستوطنين، فيما تصاعدت عمليات نهب الأراضي الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر. سنتحدث وإياكم في هذه اللحظات إلى السيد صايل كنعان، رئيس مجلس قروي برقة. أهلا بك يا سيد صايل، صباح الخير. أهلا بكم والمستمعين والمشاهدين الأعزاء. نعم، يعني تمدد استيطاني ينهب المزيد من أراضي قرية برقة نتيجة محاصرة القرية من كل الجهات بقرابة 9 مستوطنات، 6 منها مقامة على أراضي تلك القرية. كيف تصف حال المواطنين في القرية مع امتداد هذا السرطان الاستيطاني؟ والله يا أختي العزيزة، يعني يعجز الوصف أمام هذه الاعتداءات. لا أعرف من أين أبدأ، هل أبدأ بحرق الأشجار، بحرق البركسات، بقتل الأغنام، هل أبدأ بالقرار العسكري الذي جاءنا قبل أيام بمصادرة 10 قطع شرق البلد على باتهام أنها أمن عسكري، وقطعتان كبيرتان في حوض 10 من أراضي برقة في المنطقة الشرقية. أين أبدأ أمام هذه الحرائق؟ أين أبدأ أمام مدخل رئيسي واحد فقط بقرية برقة تحت خط 60؟ هذا المدخل في أي لحظة يغلقه الاحتلال أمام مواطنونا، وبالتالي هؤلاء كل هذه الاعتداءات المتكررة. البارحة حصل اعتداءات حرق كبير لحقول الزيتون في الجهة الغربية والشمالية، وكذلك امتد هذا الاعتداء إلى وسط البلد. المستوطنون من جهة يخرقون الأشجار والمزروعات، والجيش من جهة أخرى يقتحم البلدة وضح النهار. البارحة كنا في عزاء لأحد مواطنينا رحمة الله عليه، وكان هذا المواطن يفلح قطعة أرض في الجهة الغربية. قام المستوطنون البارحة بالاعتداء على هذه الأرض وحرقها. لم يكتفوا بأن هذا المواطن، نحن في بيت عزاء وهم يقومون متعمدين بحرق أرضه، ولم يكتفوا بذلك، أثناء بيت الأجر حوالي 100 متر أقام جيش الاحتلال باقتحام القرية وضرب قنابل الصوت وقنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى نشوب حريق بجانب بيت الأجر، مما استدعى الدموع أن تخرج لإطفاء هذا الحريق. هذه الاعتداءات وهذا الهجوم المتواصل لن يزيدنا إلا إصرارا بالتضحية والصمود على أرضنا. نعم إن هذه الأجمات مستمرة. والله يا أختي العزيزة، بعد 7 أكتوبر أكثر من 50 اعتداء حصل على قرية برقة محاطة بالمستوطنات كما ذكرتي، شارع التفافي يغلق الجهة الشمالية، مدخل وحيد لهذه القرية. تصوري أنت معاي المدخل الرئيسي الذي يبعد عن رام الله 7 كيلومتر مغلق منذ 25 عام، وبعد ذلك أثناء حدوث 7 أكتوبر قام الاحتلال بإغلاق الطريق الوسط الذي تصل منه المواطنون برقة وهو منطقة الدي سي او. لم يكتفي بذلك، بل حول الطريق إلى 25 كيلومتر من 7 كيلومتر. يوميا المواطن البركاوي يسلك 25 كيلومتر ليصل رام الله. كان هذا الطريق
لو لم يكن هناك اعتداءات وإغلاقات كان بإمكان المواطن أن يدخل وسط رام الله في 7 دقائق. من أين نلقى هذه الظلم وهذا الاعتداء وهذا الضغط من جميع الجوانب؟ حرائق نعم سيد سايل، أراضي من جهة، طرق طويلة من جهة أخرى. نعم سيد سايل، إذا كنا نتحدث عن يعني الوقائع على الأرض كما أشرت لا يمكن وصف طبيعة الحال ما يعانيها أهالي القرية، في ظل أنا نتحدث عن تضييق الخناق ليس فقط على المواطنين، وإنما اليوم أنتم في حصار مطبق من عدد من الجهات لهذه المستوطنات، واليوم ما باتت برقة هي محاطة برزمة من هذه المستوطنات، وهذا ينذر بمزيد من التصعيد الذي يعني سيعايشه أهالي برقة في ظل طبيعة الحال حالة الرعب اليومي والاحتدام اليومي والمواجهة اليومية مع هؤلاء المستوطنين الذين يعربدون بحماية جيش الاحتلال. نعم صحيح أختي العزيزة، هذا الغلاة المستوطنين يقتحمون كما ذكرت جميع أنحاء القرية، يحرقون ويدمرون ويتعدون ويقتلون. سقط في برقة شهيد و12 جريح من غلاة المستوطنين قبل بعد 7 أكتوبر. والحبل جرار كما ذكرت، هم ليس فقط المستوطنين، هم يعربدون على مدخل رئيسي لقرية تعيش فيها 3000 نسمة منذ 25 عاما. وأين العدالة وأين الحق؟ وهذا المدخل كما ذكرت بعد أن فتحوا المدخل الوسطي اللي هو عن التي سي او قاموا بإغلاقه بعد 7 أكتوبر، وما يضطر المواطن الآن أن يلتف 25 كيلومتر. الاعتداءات متزايدة، المضايقات تزداد يوم بعد يوم، والذي لم يكتمل بالمستوطنين يكمله الجيش. اقتحامات في وسط البلد يوميا من الجيش الاحتلال، وضرب قنابل الغاز والصوت والمثيرة للدموع في بيوتنا، في فناء بيوتنا يضربونها بدون عذر. وكما ذكرت المواطن رغم هذا المسلك الطويل عندما يعود إلى قريته أو يخرج إلى عمله الحاجز العسكري ينتظره في أمام المدخل مما يعيق حركته مرة ثانية، يضطر أن ينتظر أكثر من نصف ساعة. نعم. على هذا الحاجز. نعم هذه الإجراءات سيد صايل أكيد هذا نهج إسرائيلي متعمد، إجراءات الاحتلال القمعية تحت يعني ذرائع، وهي محاولة لتفريغ فعليا القرية من مواطنيها لصالح تمدد المشاريع الاستيطانية والمزيد من نهب والتهام أراضي القرية. هل فعليا هذه الإجراءات يعني أدت إلى خروج بعض سكان القرية نتيجة هذه الويلات والصراع اليومي الذي يواجهونه نتيجة انتهاكات وسياسة الاحتلال اتجاه أهالي القرية؟ والله يا أختي العزيزة، نحن شعب إن شاء الله مراقب وصابر ويتحدى كل الصعاب. لا يعني لا أزايد عندما أقول لك، بالعكس، أن العديد من مواطنينا في المغتربين عادوا إلى قريتهم رغم هذه الظروف نتيجة إيمانهم بحقهم وبأرضهم. يعني رغم هذه الظروف الصعبة العديد من مواطنين برقة في الولايات المتحدة وفي الخليج وفي الأردن عادوا إلى ديارهم، لأن هنا يجدون أنفسهم، هنا جذورهم، هنا آباءهم وأمهاتهم. الشعب الفلسطيني لن يثنيه، والمواطن الفلسطيني لن يثنيه هذا التهديد وهذا. نعم يؤثر عليه، ولكن لن يثنيه عن حقه ولن يثنيه عن صموده على أرضه. نعم إحنا نعيش في ظروف صعبة، الجميع يعني يخشى على أولاده ويخشى على بيته ويخشى على ممتلكاته، ولكن نحن نؤمن أنه ما بعد الليل إلا الفجر وما بعد العسر إلا اليسر. وهذا ضربة دولة ظالمة مكفية إن شاء الله، والثبات والوجود لشعبنا إن شاء الله على أرضه، لأنه هو صاحب الحق، هو صاحب الأرض، هو صاحب الحقل، وهو صاحب كل شيء في فلسطين. سيد سايل، هذه الهجمات وهذه الضربات بالعكس تزيدنا قوة إن شاء الله ووحدة، لأن هذا العدو فعلا وحدنا داخليا، لأننا أصبحنا نشعر بهذا الظلم جماعة مجموعة مجمعين على أن هذا الظلم وهذا الاعتداء هو لن يفلت منه أحد. فبالتالي لا يوجد أمامنا إلا أن نتحد أمام هذه الاعتداءات. نعم. وأمام هذا الظلم.
الجائر علينا. نعم سيد صايل، كل هذه المشاريع وهذا التمدد الاستيطاني كيف يقود فعليا ويمنعكم في التمدد الزراعي أو حتى السكاني من خلال قضم الأرض، بل وللأسف إنهاك الأراضي الزراعية التي منع أصحابها من الوصول إليها، بعض المحاصيل التي لم يتم فعليا جنيها بسبب إجراءات الاحتلال؟ كيف إذن يقودكم هذا التمدد الاستيطاني من التمدد السكاني والزراعي أيضا؟ نعم يا أختي، والله هذا العدوان قيض حركة المواطنين كما ذكرت. المزارعين اليوم المحصول قطف الزيتون أعدم في قرية بركة نتيجة تطفل واعتداء وظلم المستوطنين بحرقهم لجميع هذه الحقول. مئات الدنومات من أشجار الزيتون حرقوها، فبالتالي محصول الزيتون ضرب هذه السنة. المحاصيل الأخرى كذلك أحرقوها. رعاة الأغنام لا يستطيعون أن يتجولوا كما في السابق، أن يصلوا مناطق عديدة تم الاستيلاء عليها من رعاة المستوطنين بالقوة. فبالتالي نعم، إن المواطن الفلسطيني قيد حركته سواء كان في قطعان غنمه أو في مزروعه ومحصوله الزراعي. ولكن كما ذكرت، يعني ما بعد الظلام إلا إن شاء الله النور، ونحن أملنا بالله يعني دائما أنها أصحاب قضية عادلة، وبإذن الله هذه القضية ستنتصر، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم نعيش في ظلم وفي كبد وفي ضيق، ولكن الأمل إن شاء الله بالحق أن يبزغ، وبالقوة وبالصاحب الحق إن شاء الله أن يعود له حقه إن طال الزمان أو قصر. نعم سيد صايل، يعني إجراءات الاحتلال في برقة وغيرها من الأراضي الفلسطينية هي تحدي واضح لكل المواقف الدولية ممكن التي كانت سابقا رافضة للاستيطان، ولكن بطبيعة الحال هذا الصمود كما أشرت له مرارا وتكرارا هو بحاجة إلى آليات لتثبيته ودعمه. ما هو المطلوب سيد صايل من كل يعني القطاعات، لنبدأ من القطاع الحكومي على وجه الخصوص، ووصولا إلى يعني اللجان الشعبية، وصولا إلى المنظمات القانونية والدولية؟ والله يا أختي، المؤسسات الحكومية يعني تبذل قصارى جهدها، يعني هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مشكورين، يقفون بالإمكانيات المتواضعة بين أيديهم ويحاولوا أن يقفوا مع شعبنا بشكل عام، ويقوموا بتعويض المزارعين ببعض الأمور. المؤسسات الحقوقية تحاول جهدها، ولكن مع الأسف الشديد دولة إسرائيل والاحتلال فوق القانون، لا ينظر للقانون بأي اعتبار، لأن لو كان يخشى القانون لما أقدم على هذا الظلم وضح النهار. فبالتالي نحن كشعب فلسطيني ليس أمامنا إلا أن ندعم الصمود الداخلي والجبهة الداخلية بأن نتصدى بصدورنا العارية ونحمي ممتلكاتنا وبيوتنا ونسمع صوتنا بالتالي إلى جميع المؤسسات الحقوقية والجميع المؤسسات الدولية، على أساس أن يروا ما هذا الظلم وما هذا الدبل ستاندرد الذي تتعامل معه العديد من الدول الغربية مع إسرائيل. يقفون مع الجلاد وينسوا الضحية، بالعكس لم ينسوها بل يضربوها مع الجلاد. هذا الوضع يجب أن ينتهي، وهذا الظلم يجب أن ينتهي، لأننا نعيش اليوم في عصر المفروض فيه أن تكون حقوق الإنسان هي الطافية، والمحافظة على حقوق الآخرين هي خط أحمر. ولكن أمام هذا الاحتلال صادروا الأراضي، أنا واحد من الناس أملك قطعة أرض رقم 2 من حوض 8 في سموكة شرقي البلد، أملكها من آبائي وأجدادي، قاموا بمصادرتها، لم أحد يبيعها بل وضعوا اليد عليها. مثلي مثل 10 قطع في هذا الحوض، وكما ذكرت 300 دنم. أي حق هذا بأي قانون يستولي عليه الاحتلال؟ هذه أرض لها أصحاب ولها مالكين، وهم موجودين وأحياء، ولكن كما ذكرت هم فوق القانون دائما، يغتصبون الأرض ويحرقون كل شيء متحرك عليها.
نعم، يعني بالأمس كان هناك سلسلة من عمليات العربدة التي قام بها مجموعة من المستوطنين الذين، يعني كان هناك قرار بإخلاء إحدى المستوطنات والتي سميت لاحقا تسور هرعيل على اسم أحد جنود الاحتياط الذين قتلوا في قطاع غزة، ما بين رفض عصابات المستوطنين إذا إخلاء تلك المستوطنة، إبقاء هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي برقة، كيف سيزيد فعليا من حجم معاناة المواطنين هناك؟ والله يا أختي أنا لا أعرف يعني هل الجيش الاحتلال يكون جادا في إزالة هذه البؤر كما يدعي، أم هم يأتون لإعطاء المستوطنين ذريعة. صحيح أنه حاولوا أنهم أمام الإعلام إزالة هذه البؤرة بما تسمى التور هاريئيل، ولكن ما النتيجة؟ النتيجة هو حشد المستوطنين في هذه المنطقة، وقاموا بحرق المنطقة كلها، وقاموا بالاعتداء على شارع 60، وقاموا الجيش باقتحام القرية وحرق وسط البلد. إذا هم يدعون أنهم يزيلون هذه البؤر، ولكن الله أعلم من وراء القصد. قد يكون القصد هو حشد المستوطنين للضغط والهجوم على هذه القرى، وهذا ليس غريبا على قرية برقة. قاموا بالأمس القريب بإحراق سيارة، وقالوا أن العرب هم من أحرقها المستوطنون، وقالوا أن العرب من أحرقها، مع علم أن هذه المنطقة لا يمكن وصول المواطنين إليها. أحرقوها وقالوا المواطنين من أحرقها، وأخذوا ذريعة وقاموا بحرق البركسات وحرق الأغنام وقتلها. نعم. فهم دائما يأخذون، الجيش يحاول أن يخلي ولكن يترك المستوطنين بيد أخرى، يد مطلقة لإيذاء المنطقة وإيذاء المواطنين وحرق الأشجار. نعم. أزالوا سور هرعيل، ولكن في المقابل كان هناك إيذاء واضح واعتداء واضح من المستوطنين مقابل هذه الإزالة الوهمية في وجهة نظري. فهذه يعني زادت الاعتداء وهجمة المستوطنين على القرية، وأدت إلى حرق مئات الظلمات من أشجار الزيتون، وكما ذكرت حرق العديد من نعم، في هذه المسكنات. الجزئية سيد سايل، فيما يتعلق بتصاعد حجم الخسائر على الصعيد الاقتصادي التي تتكبد قرية برقة وأهاليها، سواء كان في القطاع الزراعي ونتحدث بالشقيه الحيواني والنباتي، وصولا إلى تضرر مجموعة من المشاريع الاقتصادية نتيجة تصاعد هجمات المستوطنين، كيف تلقي بظلالها فعليا على الحالة الاقتصادية للقرية وسكانها؟ والله يا أختي الحالة الاقتصادية صعبة جدا، كما ذكرت المزارع الذي كان يعتاش من وراء قطيع الغنم الآن ينظر إليه بأنه لا يوجد مراعي، فبالتالي هو مضطر أن يشتري الحبوب والبالات الخش لمواشيه، فبالتالي ستكون مكلفة عليه، مما استدعى العديد من المواطنين إلى التفكير في بيع قطعان الأغنام. أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية لا أخفي عليك الأمر، يعني أنا أحد المواطنين، كنت أعمل 60 طن زيت بالسنة، اليوم هاي السنة ما راح أعمل إشي، لأن تم حرق ما أملكه كاملا من حقول الزيتون، من عشرات الطنومات من حقول الزيتون، والعديد من أمثالنا في القرية، العديد من المزارعين لم يعود عندهم حاصل الزيت على الإطلاق نتيجة إحراق هذه الأشجار. فبالتالي هم يعني يعملون على تطبيق اقتصادي واضح على المواطنين في قرية برقة من جميع النواحي، حتى هذه الأرض تصبح محروقة، فبالتالي كما يدعون يستطيعون الاستيلاء عليها بسهولة. فهذا الوضع الاقتصادي ملحوظ في قرية برقة، أن فعلا له تأثير سلبي على المواطن. وزيدي على ذلك الوضع النفسي للمواطنين، بصراحة وضع يعني لا يحسد عليه. الإنسان الذي افترس هذه الحقول من الأشجار عندما تحترق أمام أعينه تدمع العين ويحزن القلب على هذه الأشياء، ولكن لا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل والله المستعان. شكرا جزيلا لك يا سيد سايل كنعان، رئيس مجلس قروي برقة إلى شرق من رام الله، وجودك معنا هذا الصباح إذن، وعلى كل هذه
التفاصيل. ولا يهمكم، شكرا أشكرك، لكم، بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. شكرا، أهلا بك.